السلام عليكم البنات، كديري لاباس عليكم؟ انا صحيحه لاباس، نتمنى يا ربي يصيبكم هذا الفيديو باحسن الاحوال. اليوم معكم فيديو جديد، الى عجبكم ما تنساوش تدخلوا تشتركوا في القناه، تضغطوا على الزر الاحمر باش يوصلكم كل جديد ديالي وديروا لايك. اليوم غنحضر معكم واحد الجبن ولا الفرماج الاحمر ولا سميتو، غتيجي زوين واقتصادي، جبن ديال المنزل. غندوز معكم المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله، ما نطولش عليكم، غنبدا معكم. بسم الله، عندنا السيترو ديال الحليب، السيترو ديال الحليب. هاد الجبن راه تيجي زوين بزاف وتيعجب حتى الوليدات الصغار، ديري في اي حاجه، ديري في البيتزا، ديري في اي حاجه ديري فيها. عندنا السيترو ديال الحليب، عندنا واحد صفر ديال البيضه. هاد الصفر ديال البيضه اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش، المهم انا تنديرها في الجبن ديالي. عندنا واحد كاس ما عامرش ديال النشا، كاس ما عامرش بزاف، كاس لا روب ديال النشا. عندنا نص كاس ديال زيت المائده، عندنا واحد المعلقه ديال الملحه، وثلاثه الفرماجات بحال هكا مثلثات، ثلاثه عندي. وتنحتاجو هاد العلبه ديال الحليب اللي فرغت، غنحتاجها باش هي اللي غندير فيها الجبن ديالي. غنبداو بسم الله على بركه الله. نسيت معاكم واحد المعلقه ديال الخل، نضيف فيها واحد المعلقه ديال الخل. الخل ضروري حتى الاخر البنات، الخل ضروري. نبدا معاكم بسم الله، نضيف الزيت على هذاك السيتر ديال الحليب، نضيف النشا، نحركو النشا مزيان في الحليب بارد باش ما يتكور ليناش. نضيف هذاك الصفر ديال البيضه. بالنسبه لهذا الصفر ديال البيضه اختياري، بغيتي تضيفي ضيفي، ما بغيتيش ضيفي ما ضيفيش. ندير هذيك معلقه صغيره ديال الملح، والملح تتبقى على حساب الاختيار، والفرماج راه تيبغي الملح. نضيف هذوك ثلاثه الفرماجات اللي عندي، نخلط كلشي بحال هكا، ونمشي نديرو على البوطة حتى يعقد، باش نضيف معلقة ديال الخل. من بعد ما دفناه فوق البوطة ما تزقاوش عليه بالتحراك، نبقاو نحركو حتى يعقد لينا الخليط. الخليط بدا تيغلى معنا، غنضيف هذيك المعلقه ديال الخل. هذه المعلقه ديال الخل البنات راه ضروريه، هو هذا الخل هو اللي تيعطي ديك النسمه ديال الفرماج و تيقاد زوين البنات. ما تزقوش ملي تيبدا يغلى بحال هكا، ما تزقوش عليه بالتحراك حتى يعقد معنا، وراه تيجي فرماج زوين بزاف اقتصادي، وانا ديما مع الاقتصادي والسهل. ها هو بدات يعقد معنا، صافي دابا غندخل الزوطه.
مباشره من بعد ما حطيته من فوق البوطه غنديرو في هاد العلبه هذه. صافي غنغلقو عليه واحد البلاستيك غذائي ونخليوه واحد شويه يبرد عشان غنديروه في الثلاجه حتى يعقد، وراه ما غتلصق ما والو في هاد العلبه ديال الحليب، راه ما تلصق ما والو. صافي دابا غنغطيه وغنديروه في الثلاجه حتى يبرد وغنتلاقى معاكم نوريكم الشكل ديالو كتيجي. انا رجعت معكم البنات من بعد ما جمد معانا الجبن، ها هو جمد تجي بالطريقه هذه. نفك معكم هكذا بسهوله، هو من دار نجمد مقطع معاكم شوف كتيجي. تيجي زوينه البنات، يمكن لكم تحكوه ديروه في الفريكو وشوفوا وقت ما بغيتو تستعملوا شي حاجه تستعملوها بيه، راه تيجي مذاقو زوين وتيجي اقتصادي، يمكن اي واحد يصاوب في البيت ديالو تيجي بالطريقه هذا. هذا هو الجبن تيجي بالطريقه هذه، يمكن لكم تستعملوه في اي حاجه بغيتو، في البيتزا في الساندويتش في اي حاجه بغيتو تستعملوه فيها. هذا هو الجبن اللي تندير انا في المنزل عندي واقتصادي، ما تيكلفش بزاف وما تياخدش بزاف ديال الوقت، كيف شفتوا معايا دغيا تنوجدوه وما فيش شي حاجه زعما مكلفه وتيجي زوين. بغيتو ديرو في البيتزا بغيتو ديرو في اي حاجه تيجي زوين. وان شاء الله دابا غندير معكم شي حوايج بهذا الفرماج هذا غنوريكم اش ندير به. ولا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تدخلوا للقناه تشتركوا فيها وتضغطوا على الزر الاحمر باش يوصلكم كل جديد ديالي، وديروا لايك وبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء. وتنشكر الناس بزاف بزاف، تنقول لهم شكرا والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله، وشكرا بالصحه والراحه.